مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة الشيف نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون الفيديوهات والوصفات اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة بقى هعمل لكم المفاجأة الجميلة دي، هنعمل كيكة بالقرنبيط. يعني بما إني الناس ما بتحبش القرنبيط لأنه بيشرب زيت كتير، وفي ناس كتير جدا بتتعب منه، في ناس بتحبه بس ما بتحبش بقى الزيت والقلي والحاجات دي، تعالوا النهارده بقى نعمل القرنبيط جوه كيكه، حاجه تحفه وحاجه جميله، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع سناكس مع في اللانش بوكس، حاجات كتيره جدا يعني هتعجبكم قوي قوي قوي. مكونات سهله وبسيطه، هقول لك كمان ازاي تعمليها صيامي وازاي تعمليها فطاري. انا النهارده عاملاها صيامي، بس هقول لك كمان بشويه لمسات تحوليها لكيكه فطاري وهتبقى حلوه جدا جدا جدا. تعالوا نشوف هنعمل نعملها ازاي، وهوريكم احلى كيكة قرنبيط ممكن تكونوا اكلتوها في حياتكم. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى منكم تدوسوا على كلمة اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا جرس التنبيهات جنبها على كلمة الكل، عشان يوصل لكم كل الاشعارات اللي بقدمها من قناتي، قناة الشيف نرمين الماجد. طبعا دي ولايك حلو كده للوصفة علشان نبدأ حالا. طبعا دي بقى قرنبيطة زي ما انتوا شايفين، انا بجيب القرنبيط وبعمل ايه، بشيل منه كل العصيان اللي بتبقى جواه، ده اساسي علشان الوصفة بتاعتي. يعني بحتاج زهرات القرنبيط زي ما بيقولوا الزهرة بس بتاعته، بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده ببدأ ان انا اخليها يعني بالمعنى الاصح. وطبعا بحتاج قرنبيطة واحدة، ممكن كمان ما احتاجهاش كلها، يعني ممكن احتاج نصها بس في القالب اللي انا مستخدماه اللي هو قالب الانجليش كيك، لكن لو هتعملي الصينية الكبيرة هتحتاجي القرنبيطة كلها بالطريقة اللي انت شايفاها كده بمنتهى البساطة جدا جدا جدا، حاجة بسيطة وسهلة جدا. هتبتدي تقطعيها، مهم جدا يا جماعة انكم تبتدوا تقطعوهم بالطريقة دي كويس قوي، علشان ده بيسهل معاكم جدا في الوصفة. وتبدأوا بقى تفتفتوهم بقى بالواحدة كده، اوريكم اهو طريقة ان احنا نشيل بقى حتى من غير سكينة ولا اي حاجة، لو منتهى البساطة ان احنا نشيلها كده بايدينا، بسيطة جدا. وطبعا اللي بيطلع معاكم ده من القرنبيط هقول لكم على طريقة، مجهزة لكم فيديو جميل ليه، ممكن تشيلوهم لحد دلوقتي في الفريزر وهتلاقوا الوصفة بتاعتي نزل بعد كام يوم، طريقة تحفة جدا جدا ليها. يعني الحاجات دي ما بتترميش ولا حاجة، هنعمل بيها حاجة كمان جميلة جدا جدا. بس احنا محتاجين في الوصفة بتاعتنا دي الزهور بتاعة القرنبيط اللي هي الزهور البيضة دي، بالطريقة اللي انتوا شايفينها. خلصت بقى القرنبيطة كلها، وهنبدأ دلوقتي حالا نعمل الوصفة بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان القرنبيط مليان قيمه غذائيه عاليه جدا وحلوه، وفي نفس الوقت ناس كتير جدا ما بتحبوش بسبب موضوع الزيت، فاحنا دلوقتي هنتغلب بقى على موضوع الزيت. هجيب بقى ده الكميه اللي طلعت مني بقى، دي الحاجات اللي طلعت مني من القرنبيطه، فطبعا دي زي ما قلت لكم احنا هنستخدمها في وصفه تانيه، تقدروا تستخدموها في السلطات، تقدروا تستخدموها في المخللات، تقدروا تخزنوها مثلا في ميه وملح وتبقى مخلل حلو جدا. وزي ما قلت لكم ممكن اكتر حاجه استخدام ليها بيبقى في السلطات، بتبقى حلوه قوي قوي. هجيب بقى ميه مغليه، وشرط ان الميه تكون مغليه علشان نبتدي ندي صدمه كده للقرنبيط، مش هن يعني مش هنسلقه السلق العادي اللي هو بتاع القلي، لا لا، محتاجين سلق يكون كويس، يعني محتاجين القرنبيط يتسلق كويس جدا معايا، مش مجرد شويه ميه كده هيتغلي فيهم غلوه، لا هنسلقه كويس جدا جدا، علشان الوصفه دي محتاجه قرنبيط يكون مسلوق حلو. خلي بالكم تكات الوصفه اللي انا بقولها لكم، لو عملتي فيها حاجة مش صح مش هتطلع معاكي النتيجة بالظبط، هتطلع معاكي النتيجة مش حلوة. النتيجة الحلوة هتطلع معاكي لما تبتدي انك انت تعمليها كويس جدا. كمان هقولك لو انت مش حابة فكرة الكيك هتعملي ايه بقى بالخلطة دي، يعني الخلطة دي ليها كذا حاجة ممكن نعملها بيها. بجيب هنا بطاطساية، البطاطساية دي بقى بتعمل زي ربط كده للأكلة، بطاطساية كده واسلقها مع القرنبيط بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده،
طبعا بسيب المقدار ده على النار لحد ما يتسلق جدا. وكمان البطاطسايه دي هتبقى تست معاكي، لان البطاطس اول ما تستوي تتهرس معاكي تعرفي ان دلوقتي انت ماشيه صح. في الخطوه دي انا بضيف معلقه ملح صغيره بس كده علشان تدي بقى طعم للسلق يعني، وابدا ان انا اقلبهم في الحله وابتدي بقى اغطيهم واسيبهم. مده السلق بتبقى من 10 دقائق لربع ساعه على نار متوسطه الحراره، دي بقى المده اللي هي بتسوي معايا راس نبيطة كاملة جوه حلة. في بسلقها في قد ايه مية؟ في لتر مية كامل، لتر مية مغلي على معلقة ملح ومعاها بطاطساية متقطعة مربعات. ده بقى اللي انا محتاجاه كخطوة اولانية في الوصفة بتاعتي. شايفين بقى انا جربت البطاطساية اهي اتهرست حلو جدا، يبقى هيبتدي معايا بقى المقدار كله ان هو يتهرس حلو جدا جدا. هبتدي دلوقتي بقى اصفي القرنبيط، مهم جدا بقى الخطوة المهمة قوي قوي والحاجة اللي انا بأكد عليكم فيها، ان انتوا لازم تصفوا القرنبيط كويس جدا من المية، ما ينفعش تهرسوه والمية فيه، هيطلع معاكم النتيجة مش مظبوطة. يعني لازم المية، لازم ما يبقاش فيه اي مية في القرنبيط، يبقى بس اللحم بتاع القرنبيط وخلاص، مش عايزين اي مية خالص. نبتدي نصفيه كويس جدا، ويستحسن كمان نصفيه في مصفى ونسيبه ينزل كل المية، ويبقى معايا بس ان هو القرنبيط ما يكونش فيه اي مية خالص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. مهم جدا الخطوة دي، دايما الخطوات المهمة بأكد عليها مرة واثنين وثلاثة عشان تدينا النتيجة المظبوطة. وهبدأ ان انا اهرس. طبعا لما هتهرسي هتلاقيه اتهرس معاكي بكل سهولة، بس برضو لو في مية حاولي انك تتخلصي منها، عشان مش محتاجة انا مية خالص جوه الوصفة دي. الوصفة دي مش بتعتمد على المية، بتعتمد على السوائل اللي بتبقى اصلا موجودة جوه الخضار، الخضار نفسه. طبعا ممكن الوصفة دي اضيف معاها بروكلي هتبقى حلوة، ممكن اضيف معاها جزر برضو هتبقى جميلة، ممكن اضيف معاها كوسة، اي خضار عندك في التلاجة ممكن تسلقيه وتحطيه جوه الوصفة دي. ممكن كمان اضيف طماطماية، بس انا حبيت اعملها لكم الطريقة السك البدائية. توم باودر وبصل باودر ملح وعندي شطة، هي دي البهارات كلها اللي انا محتاجاها. هقلب معلقة صغيرة من كل حاجة وهضيفها على المقدار ده، هتلاقوا ان المقدار طري معاكي شوية، مش طري قوي يعني، طري معاكي شوية صغيرين يعني، اطرى من البطاطس المهروسة بشوية. ليه بقى؟ لان القرنبيط بيبقى الهرس بتاعه او بيشرب مية اكتر من البطاطس، فهيبقى الهرس بتاعه اسرع شوية من الهرس بتاع البطاطس. كمان ممكن الكيكة دي تعمليها بالبطاطس، وممكن تعمليها بطاطس والجزر، ممكن تستغني خالص عن القرنبيط لو مش بتحبي يعني، قلت لك كذا بديل. راس القرنبيطه كلها هتاخد معاكي، انا اوريكي كميه الدقيق، طبعا ده دقيق كامل، دقيق كامل، دقيق قمح كامل، مش دقيق فاخر ولا اي حاجه. واستحسن كمان يكون فيه نخله من نخله القمح، لان ده بيساعد على ربط الدقيق اكتر وبيديكي نتيجه افضل بكتير. طبعا كمية الدقيق دي انا هضيف عليها معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة البيكنج باودر دي تعتبر كمادة رفع. طبعا لو الطريقة دي فطاري هتضيفي معاها 2 بيضة وهتبقى معاكي تحفة يعني، تبقى احلى كمان من الصيامي بكتير جدا. كمية الدقيق ما تزوديش عن 4 معالق، يعني هي 4 معالق لراس القرنبيطة كاملة، معاها زي ما قلت لك معلقة بيكنج باودر كبيرة. كده الخليط بقى معايا تمام، وهضيف عليه بقى زي ما انت شايفة كده عروق البقدونس، شوية بقدونس كده متقطعين وشوية كزبرة متقطعين، زي ما قلت لك الحاجات اللي ممكن تضيفيها، ممكن تضيفي جزر مبشور، ممكن تضيفي كوسة، ممكن تضيفي طماطمية لحم طماطم يعني متقطع، ممكن تضيفي معاها بصل، ممكن تضيفي اي خضار. الوصفة دي بتقبل كل الخضارات الفيت، ممكن على فكرة تستغني عن الدقيق خالص وتضيفي بدل الدقيق خضار يعني. في انا في مرة عملتها كانت احلى من كده، شلت بقى الدقيق وحطيت بداله جزر مبشور، كانت حلوة جدا 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 يعني. في كذا طريقة وانا قلتها لكم. ممكن بقى دلوقتي تعملي ايه؟ تبدأي تشكليها مثلا زي الناجتس وتعمليها بقى في بقسماط وتقليها، دي
طريقة، الطريقة التانية ممكن تصبيها في القالب زي كده. يعني بصي، من وصفة واحدة بس بالقرنبيط انا طلعت لك كام وصفة ممكن تعمليها. يعني مش ممكن تعملي كمية شوية، بقى تعمليها في كيك كده، في صينية قالب كيك، وشوية تانيين او الجزء التاني تستخدميه زي كده كأنه ناجتس صيامي او همبرجر او اي او كفتة مثلا، وتحمريها تبقى تحفة معاكي وهتبقى جميلة جدا. من حاجة واحدة بس طلعنا كذا حاجة، وبعيد بقى عن القلي والحاجات دي. حتى برضو الناجتس والهمبرجر ممكن تسويه جوه الفرن، مش لازم ابدا تسويه جوه الزيت لو انت مثلا عاملة دايت او بتحافظي على وزنك او ما بتحبيش الحاجات المقليات الكتير. بصب الخليط جوه القالب الانجليش كيك. طبعا التسوية مهمة جدا جدا يا جماعة، لازم عشان تسوي الاكلة دي لازم يبقى عندك الفرن نارها متوسطة، وتسيبيها في الرف في النص، بتاخد مدة تسوية ساعة جوه الفرن، بتاخد وقت يا جماعة جوه الفرن، يعني علشان هي تعتبر نية كلها، الاكلة تعتبر نية كلها، فلازم المكونات من جوه تستوي. لو طلعتيها قبل كده هتبقى من بره ومن جوه مستوية، لكن من بره من فوق من تحت مستوية، لكن من جوه هتبقى نية معاكي. لازم تتأكدي ان هي استوت معاكي وارتفعت عن القالب، لان احنا ضايفين فيها معلقة بيكنج باودر بالطريقه اللي انت شايفاها كده. طبعا بضيف قالب الانجليش كيك، بخبطه كده عشان لو فيه هوا، عشان احنا عاملينها بطريقه الكيكه، وهضيفها بقى في الرف الوسطاني للفرن. هتطلع معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، هشه وجميله وحلوه وماليه القالب خالص. يعني احنا كنا ضايفين نص القالب، ملت القالب كله. ليه بقى؟ لان احنا ضايفين الماده الرافعه اللي هي البيكنج باودر. وعايزه اقول لكم الكيك ده جميل جدا جدا، جربوه هيعجبكم. كمان لو عملتوه بطريقه الكفته هيبقى حلو، ولو عملتوه بطريقة الناجتس هيبقى حلو، لو عملتوه حتى في قوالب الانجليش كيك. يعني في ناس كتير بتعمله في قوالب الانجليش كيك بيبقى احلى كمان. يعني لو انت عندك ورق الانجليش كيك والقوالب هيبقى حلو، تصبيهم كده بيبقوا جوه قالب الانجليش كيك، حاجة جميلة جدا جدا. قلبنا القالب بيتقلب معاكي بكل سهولة وبساطة، مفيش اي حاجة ولا لازق ولا اي حاجة معاكي خالص، لان احنا ضايفين زيت وضايفين دي من تحت، والاكلة مستوية حلوة. طبعا تقدري تزوقيها بقى بشرايح الجزر، شرايح البصل، شرايح الليمون، شرايح طماطم، اي خضار عندك في البيت تزوقيها. وزي ما قلت لك تقدري تقدميها بكذا طريقه وبكذا شكل ممكن تتخيلي. الاكله دي بتقبل حاجات كتير جدا، تغيير بقى عن موضوع ان احنا نقلي القرنبيط، وتغيير بقى عن الطرق التقليديه. انا بقى عملت شويه حفله بقى من فوق عليها في الطبق عشان تبقى شكلها حلو وطعمها كمان حلو. ده يعني منظر كده، منظر جمالي كده. دول شوية جزر على شوية خيار وعودين بقدونس، قطعتهم وعملت معاهم كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، ونقطعها زي ما قلتلك بتنفع في العشاء وتنفع في الغداء وتنفع في اللانش بوكس، تنفع في اي حاجة ممكن تتخيلوها. يلا بقى، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل الاشعارات اللي بقدمها من قناتي، قناتي في نرمين الماجد. تحياتي ليكم دايما وبألف هنا وشفا.